صنع في الكويت، وهو شعار حملة الهيئة العامة للصناعة التي انطلقت في مجمع الأفينيوز بهدف تقديم توعوية إرشادية ترويجية شاملة للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من 70 مصنعا كويتيا. الهيئة العامة للصناعة أطلقت اليوم حملتها التوعوية الإرشادية الترويجية الشاملة للمنتجات والسلع الوطنية بمشاركة أكثر من 70 مصنعا كويتيا، وذلك تحت شعار صنع في الكويت. صنع في الكويت هي حملة توعوية إرشادية للمنتجات المحلية اللي تصنع في الكويت للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وتهدف هذه الحملة في الترويج على المنتجات والسلع كافة بأنواعها الغذائية والكهربائية الدوائية الكيميائية، لتعريف هذه المنتجات وجودة المنتج المصنع الصناعة الكويتية. الدور الرئيسي تقوم فيه الهيئة العامة للصناعة لدعم هذه المنتجات الصناعية حاليا اللي قاعد نقوم فيه الترويج والتسويق لهذه المنتجات. في دور آخر كمادة كالإعفاءات من الجمركية كالسلع كالأمور هذه توفيرها للمصانع الكويتية موجود، لكن حاليا خصصنا هذه الحملة اللي تبدأ من اليوم تاريخ 4 فبراير حتى 22 فبراير لدعم هذه المنتجات وتعزيز النشء الكويتي أنه يعرف منتجاته. احنا الحملة راح تكون إن شاء الله بكذا موقع، منها حاليا الأفينيوز مواقع تجارية، ومنها صار تعاون بيننا وبين الإخوان في وزارة التربية لأكثر من 30 مدرسة راح يكون فيها حملات الكويتي خلال هذا الشهر بإذن الله. الحملة ستعمل على تعريف الجمهور بأهمية وجودة المنتجات الصناعية الوطنية، إضافة إلى تشجيع على شراء احتياجاته من الصناعات المحلية لما تتمتع به من جودة عالية ومطابقة لأعلى المعايير المعتمدة. احنا اليوم حملتنا صنع في الكويت موجودين في مجمع الأفينيوز علشان نسوق للمنتج الوطني الكويتي في جميع مجالاته وقطاعاته. طبعا راح تكون هذه الحملة موجودة في بعض المجمعات داخل الكويت وايضا داخل المدارس، راح تكون في مختلف المحافظات داخل الكويت وعلى جميع المراحل. طبعا اليوم شوية هدوء لأن بداية المدارس اليوم الأحد وتوها بادية المدارس، ولكن أغلب الناس يسألون طبعا عن بعض القطاعات داخل الهيئة بشكل خاص، وما هو يعني شلون إذا بغينا نختار المنتج الوطني الكويتي. فإحنا كنا نقول لهم أنتوا تبحثون ولازم أنتوا تدورون علشان تختارون هذا المنتج الوطني وتدعمونا. ثلاثة مواقع اختارتها الهيئة العامة للصناعة لإقامة المعارض الترويجية للمنتجات والسلع الوطنية لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.